السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم على موضوع البيج داتا. هندي الويبينار دوت او الشورت كورس ده البسيط دوت، هنتكلم فيه على بعض البيج داتا بروسيسنج كونسبتس، شوية مفاهيم كده. هنتكلم عن السوشيال ميديا وعلاقتها بالبيج داتا، اللي هي اصلا ولدت فكرة البيج داتا. الاندكس يعني ايه، المشاكل والكومبلكستي بتاعة الاستورج، تخزين البيانات بتاعت البيج داتا، او ازاي معالجتها فيها مشكله، او ان انا اقدر اعمل عليها عمليات دي فيها مشكله. هناخد يعني ايه بارلل كومبيوتنج، وازاي الحاجات بتم يعني ازاي بيقدروا يتعاملوا العمليات تتعامل على التوازي، والبيانات تبقى ديستريبيوتد داتا. ديستريبيوتد دي بتبقى البيانات موزعه على اكتر من جهاز، والاجهزه بتشتغل كلها على التوازي، بتعرف على هدوب، على ما بريديوس التاسكس بتاعتهم والستبس بتمشي ازاي، والقوة بتاعتنا في الماب ريديوس. الفكرة اللي هي طلعت وطلعت الموضوع كله مع جوجل طبعا، البحث العلمي بتاع جيف، هو اللي اخترع الفكرة. وبعد كده اول او اقوى واشهر اوبن سورس سوفت وير اللي هو هدوب، اللي طلع على الفكرة بتاعت الماب ريديوس. بناخد اكزامبل فيها بالتفصيل، وبعد كده نتكلم على الريل تايم بروسيسنج، يعني ازاي البيج داتا دي بتبقى اوتوماتيك على الطاير، بيحصل لها معالجه ازاي في الاخر خالص ان شاء الله. في الاول بنتكلم على فكره البيج داتا، بنتكلم ان احنا بنقول ان هي هيتروجينيوس، ان الداتا بتاعتنا بتيجي من مصادر مختلفه، من سنسورز، من سوشيال ميديا، من ويب سايتس ماسيف، حجمها رهيب جدا جدا. طبعا هي ديجيتال كونتنت كلها، بتاعت كلها ديجيتال كونتنت. صعب جدا ان انت تقدر تعمل لها معالجه بالداتابيزز العاديه، داتابيز مانجمنت سيستمز العاديه، او اي تولز عاديه، او اي تكنيكس العاديه بتاعت البيانات القديمه، ما بقناش نقدر. وهنتكلم على الستريم بروسيسنج، اللي اصل فيها ان البيانات لسه ماشيه قبل ما تتخزن، طالعه من سنسورز مثلا، او طالعه من السوشيال ميديا، الناس عماله تكتب وعماله ترمي او الى اخره. فبنقول ان هي ديفايسز او ابلكيشنز، يعني اجهزه او تطبيقات، سواء كانت ويب ابلكيشنز او موبايل ابلكيشن، بتجنريت، بتخرج ماسيف ستريم سيجنالز، بيانات واشارات قويه جدا، وكله جاي سواء كان شكل فيديوز، شكل اوديوز، شكل ايمجز، شكل تكست الى اخره. ودي بنسميها بيج داتا ستريم. الفكره بتاعتها ايه؟ هنركز على البيج داتا بروسيسنج كونسبتس والتولز والتشالنجز والتكنولوجيكال سوليوشنز اللي موجوده في الموضوع دوت في الشورت كورس بتاعنا دلوقتي ان شاء الله.